السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية مس. اليوم بإذن الله بدي أكمل الاقتران العكسي، بدي أحل من المثال 2 صفحة 35 الفرع بي أو الفرع الثاني. بدو ياني أوجد الاقتران العكسي، معطيني F الX، بدو ياني أوجد الاقتران العكسي ل F الX. زي ما اتعلمنا امبارح حكينا أول إشي بنفرض Y تساوي X تربيع ناقص 4. بعدين هلأ الخطوة الثانية نجعل X موضوعاً للقانون. كيف بدي أجعل X موضوع للقانون؟ بجمع 4 بتصير Y زائد 4 تساوي X تربيع. كيف بدي أخلي الإكس لحالها؟ باخد جذر الطرفين، الجذر هون بلغي التربيع، إذن بتصير عندي X تساوي Y زائد 4 الجذر. هون عندي هون عندي 3 X تربيع، 3 X تربيع هون، يعني قبل ما هون بقسم على 3 لأن هون عندي 3، يعني هون بتصير Y زائد 4 تساوي 3X تربيع، بقسم على 3 بقسم على 3، فبتصير عندي Y زائد 4، بعدين باخد الجذر اللي هو هون أصلا على 3، الجذر الهم كامل. بعد ما أطلع X قلنا ببدل أماكنهم، ببدل بحط بدل x y وبدل y x، يعني y تساوي x زائد 4 على 3، x زائد 4 على 3. إذا f الاقتران العكسي ل f ال x يساوي x زائد 4 على 3، x زائد 4 على إيش؟ 3. طيب خلينا نشوف أتحقق من فهمي. هلأ A عندي 3، عندي 7X زائد 5، نفرض Y، Y تساوي 7X زائد 5، بجعل X موضوع القانون، بتصير عندي 5 Y ناقص 5 تساوي 7X، بقسم على 7 بقسم على 7، X تساوي Y ناقص 5 على 7. هنا بنبدل y تساوي x زائد 5 على 7، منها اقتران العكسي ل f ال x يساوي x زائد 5 على 7، هاي الاقتران العكسي. خلينا نشوف b، x تربيع زائد 2، y تساوي x تربيع زائد 2، نجعل X موضوع القانون، نطرح 2 نطرح 2، Y ناقص 2 يساوي X تربيع، باخد الجذر للطرفين، X تساوي Y ناقص 2 لكل جذر، بعكس تصير Y تساوي X ناقص 2، منها F الانفرس للX تساوي X ناقص 2. إذن هيك أنا بكون حليت أتحقق من فهمي. يعطيكم العافية.